8 دولارات هو السعر للمحافظة على الاوثنتيفيكاسيون تاع تويتر مع خدمة أخرى. شركة جوجل تقرر إيقاف مجموعة من الخدمات. بين تصليح للسمارت فون والخدمة على السوشيال ميديا رحلة غرام شيل وذ حيدر الرياحي. الأربعاء 2 نوفمبر مرحبا بكم في رونديفو جديد مع التاسعة تريندينغ ليميسيون تاعكم الرونديفو الماجازين على قناة التاسعة اللي تلقى فيها آخر أخبار التكنولوجيا والديجيتال في تونس والعالم. أرقام أخبار شركات ديزينوفاسيون لكن مع ديزانفلونسور كل يوم من الاثنين للخميس تلقاو رونديفو مع التاسعة تريندينغ. وفي رونديفو هذايا حاولوا ديما نحكي ونخليكم أجور بارابور للعالم هذايا نتاع التكنولوجيا اللي يتحرك بسرعة كبيرة. بعد شوية في الجيمينغ باش نحكي لكم على لي فونت نتاع البي اس 5 مع بروجي تخدم عليه إلكترونيك آرتس. في الميسيون نتاعنا اليوم زادا باش نركزوا على الأرقام باش نحكي لكم على الويرابل تيكس التكنولوجيات اللي نلبسوها. ينعم إنه هذايا من التكنولوجيات موجود منذ سنوات وركزوا عليه في أخبار التكنولوجيا. كيف ما قلت في عالم التكنولوجيا فما التكنولوجيات اللي نستعملوها بشكل عادي يوميا وفما التكنولوجيات اللي نلبسوها وتتسمى wearable tags. النوع هذا من التكنولوجيات تلعب برشا في العشر سنين اللي فاتت ونلقاو فيه العديد من الأنواع من المراول والليفست والسبيدريات كونكتي حتى للسمارت واتش. إذا كان النوع الأولاني مازال ماهوش معروف برشا فإنه الحديث اليوم على الويرابل تيكس يشمل أساسا للزيكوتور بأنواعهم والمناقل والبراسلي كونكتي. المارشي متاع الويرابل تيكس ماشي عكس السمارت فون اللي بي سي. إذا كان لي دو مارشي الأخرانين قاعدين يلقاو في تراجع في المبيعات فإنه نسبة النمو متاع الويرابل تيكس قاعدة ماشية في نسق تصاعدي وباش تكون عالية برشا في السنوات الجاية. حسب جلوبال ديتا فإنه نسبة النمو متاع الويرابل تيكس ماشية بنسق متاع 18% سنويا. 22 مليار دولار هي القيمة متاع السوق هذايا في 2018. من المتضرر أنه القيمة باش تخلط لـ 54.5 مليار دولار العام الجاي. السمارت ووتش هما المحرك الأساسي لسوق الويرابل تيكس وتطور المبيعات متاعهم ناتج عن سهولة ربطهم بالسمارت فون وعن الخاصيات اللي تعطيها وأبرزها المتعلقة بالفيتنس والصحة. وراء استعمال التكنولوجيات هذه مرشي كبير برشا قاعد يلقى في تغيرات. إيديسي تتوقع أنه التكنولوجيات اللي نلبسوها باش تركز أساسا على المناقل في 2022. بقية الأنواع كما البراسلي والزيكوتور باش يتراجعوا. النمو باش يرجع أكثر في 2023 مع صعود نوع جديد من الويرابل تيكس باش تكون عنده الكلمة في السنوات الجاية باش يركز أساسا على اللونات كونكتي اللي كاسك متاع رياليتي فيرتويل. أي أنه التأثير متاع الفيرتويل رياليتي والأوغمانتد رياليتي على التكنولوجيات اللي نلبسوها باش يكون قوي برشا في السنوات الجاية. رغم تراجع مبيعاتها في الثلاثي الثالث من 2022 شركة سامسونج أعلنت على توقعاتها لمبيعاتها في 2023. الشركة أعلنت على نيتها أنها باش تبيع 270 مليون سمارت فون العام الجاي مع تطليع في نسبة المبيعات متاع الهواتف البليابل. رقم كبير حطته شركة سامسونج اللي مازالت محافظة على الصدارة العالمية متاع مبيعات الهواتف الذكية رغم تراجعها في برشا بلدان. مثلا في الصين سامسونج ماهيش موجودة أصلا في التوب 5 متاع الهواتف الذكية. مارشي تحتل المرتبة الأولى فيه شركة فيفو. الأفونتاج اللي تنجم تعمل عليه سامسونج هو أنه السمارت فون بليابل باش يبدأوا يرخصوا العام الجاي. قد يأثر هذا إيجابيا على المبيعات متاع السمارت فون لكن تساؤلات كبيرة بارابور مارشي اللي نستناو أنه باش يواصل في التراجع متاعه خاصة مع تواصل أزمة اقتصادية عالمية من المنتظر أنها باش تكون حاضرة بقوة زادة في 2023. شركة مايكروسوفت زادت حلت الكومباتيبيليتي متاع اندرويد على لي سيرفيس متاعها. ما عادش نجمو نحلو لي زابليكاسيون اندرويد على ويندوز فقط بل اصبح بامكان مستعملي وورد وباوربوينت انهم يستعملوا تصاور مباشرة من اندرويد. باش تصير الحكاية هذه يلزم المستعملين يكون عندهم ان كونت مايكروسوفت 365 او فايرفوكس 104 وما بعده. مايكروسوفت وعدت بخاصيات اخرى وتطوير اكبر للكومباتيبيليتي بين اندرويد و السيرفيس نتاعها في الاسابيع والاشهر الجايه.
نهار 19 نوفمبر 2022 البي اس 5 باش تقفل عامين على الاطلاق نتاعها. اطلاق جاء في طنبك الكوفيد والتاثير نتاعو اثر مباشره على البرودكسيون نتاع الكونسول وخلاها لفترات طويله اون ريبتور دو ستوك. البارح 1 نوفمبر البي اس 5 سجلت رقم رمزي للمبيعات، 25 مليون نسخه تباعت عالميا بالنسبه للكونسول نتاع شركه سوني. رغم كل الصعوبات اللي صارت الا انه البي اس 5 ماهيش بعيده برشا على الارقام نتاع البي اس 4 اللي في نفس المده تباعت منها 30 مليون نسخه. سوني بعد مده من الانقطاع على انتاج البي اس 5 رجعت تركز على الكونسول نتاعها وطلعت في نسبه الانتاج ل 70%. مع اطلاق دي جوج دود كيما كول اوف ديوتي ولا جود اوف وور نستناو زادا انه المبيعات نتاع البي اس 5 باش تزيد تطلع اكثر واكثر من هنا لاخر العام وفي بدايه العام الجاي مع قدوم الكاسك نتاع رياليتي فيرتويال الجينيراسيون الثانيه من البلاي ستيشن في ار. رسميا من البارح جوجل وقفت الابليكاسيون هانج اوت. نهار 1 نوفمبر هو اليوم اللي فيه شركة جوجل تقتل نهائيا الابليكاسيون بتاعها المخصصة للصوت والصورة والفيديو واللي موجودة في وسط جيميل. المستعملين متاع هانج اوت باش يتعداو ديريكت لجوجل تشات وهي خاصية تشبه برشا السلاك السيرفيس دو ميساجري اللي يستعملوه في المؤسسات. هانج اوت وقف بالنسبة للفيرسيون ويب بعد ما مات على اندرويد واي او اس في جويليا اللي فات. هانج اوت ذا مشواره مع جوجل بلس الريزو سوسيال نتاع جوجل قبل ما تولي لابليكاسيون مستقله بعد ما تم ايقاف جوجل بلس وقبل ما يخلط عدد التليشارجمون نتاعها لل 5 مليارات على جوجل بلاي ستور. رقم كبير برشا ولكن ما نجحش انه يفرض هانج اوت كمنافس الواتساب او اي مسج. جوجل ما وقفتش كان هانج اوت بل ايضا اعلنت انها باش توقف لابليكاسيون ستريت فيو نهار 31 مارس 2023. الناس اللي تحب على ستريت فيو باش تواصل مشاهدة تتصور على جوجل مابس. في الميزاجور الاخرانية بالنسبة لجوجل ستريت فيو جوجل حضرت روحها وحضرت ايضا المستعملين لسحب التطبيق هذه. ستريت فيو هما تصور 360 دقري اللي خذاهم كراهب جوجل وهما يدوروا بما فيهم تونس منذ سنوات. بين غرامه بتصليح للسمارت فون وغرامه بالريزو سوسيو حيدر الرياحي يجاوب على 10 أسئلة بعد شوية في التاسعة تريندينج.